شهر من الاعتصام أمام القيادة هنا في الخرطوم والاعتصامات في الولايات المختلفة، ويعني لسه الناس ماشية بخطى بطيئة، ونتاج لأنه ثبت بما لا يدع مجال للشك أنه المجلس العسكري راغب في السلطة بعكس ما هم قالوا في البداية أنه ما عندهم رغبة في السلطة، وضح أنهم راغبين في السلطة، وبسبب القيادة يعني في قوة إعلان الحرية والتغيير يعني ليست على قلب رجل واحد أو امرأة واحدة، بسبب الكلام اللي بيطلع هنا وهناك وبيان بيجاي وبيان بيجاي وتصريحات يعني فيها ربكة وبتوري عدم انسجام. وعشان نحن نقدر نسرع بخطانا في ثورتنا المنتصرة لازم يعني قوى إعلان الحرية والتغيير القيادة يعني أنا بقول ترتفع إلى هامة الشباب والرجال والنساء المعتصمين في الميادين، ولابد إنه الشباب والرجال والنساء في الميادين يعني كلمتهم تكون مسموعة ويكونوا هم جزء من النقاشات اللي قاعد تحصل عشان تسوق الثورة دي لبر الأمان ولانتصار الكامل. وداع عشان يتم لابد الشباب والناس كلهم القاعدين في الاعتصام ديل يكونوا هم يعني يتنظموا ويكونوا جزء، يكونوا منظمين بحيث انه اي حاجة هسه الوساطة جات طرحت ما عارف ليك مجلس امني ولا كده، ده بدل الناس الفوق يناقشوا براهم، الناس هنا ديل يناقشوا، يتعامل منابر هنا منظمة وفيها قياس بتاع راي، يعني بالوسائل الحديثة دي ممكن الناس يصوتوا في برنامج في موبايلاتهم، يصوتوا على انه والله انت مع مجلس امني ولا ما معاه، عشان الراي بتاع الناس القاعدين هنا ديل يكون هو يعني الاساس في اي نقاش او تفاوض مع الناس اللي بيمشي بيقعدوا مع العساكر ديل مباشرة. ومش كده وبس، والاقاليم والولايات، يعني الاقاليم والولايات دي مهم جدا انه صوته يتسمع في يعني وثيقة مهمة زي وثيقة الإعلان الدستوري، يعني لا يعقل إنه الأصوات بتاعت الأقاليم تكون ما موجودة، وده يعني ده قصور والمفروض الناس ينتبهوا له عشان نحن نقدر نمشي لقدام. فالثورة دي ليست ثورة خرطومية، دي ثورة سودانية، وهي بدأت من برا الخرطوم، يعني الدمازين، سنار، عطبر، القضارف، يا حامد، وما زالت مستمرة هناك، ما توقفت ولا للحظة. فلازم الناس في الأقاليم والشباب اللي قاعدين في ميادين الاعتصامات يكونوا شركاء حقيقيين أصيلين في اتخاذ الرأي الصحيح، ده لو ما ده لازم يتم عشان نحن يعني نجني الثمار بتاعت الجهد اللي اتبذل والدماء اللي الشهداء اللي يعني اتسفكت في سبيل الوطن ده. ويعني دي أنا بعتبرها دي المهمة العاجلة، ما في أي أولوية لها، إنه الشباب ويمكن تمثيله، ما في زول يجي يقول وديل كيف يسمعوا رأي والناس الكتار، ممكن يتنظموا وتتعامل المنابر المفتوحة هنا في أي قضية كويس، الحاجة الحصل تيجي يقولوها للناس الرأي فيها شنو، يقيسوها يتناقشوا يقولوا آرائهم، يقيسوها بقياسات بتاعت رأي، ويمشوا الناس اللي قعدوا يسوقوا الكلام ده بينها ده يكون دي سقوفاتهم بتاعت التفاوض في الميادين وفي الولايات. واي زول يعيق الحاجه المسار اللي بيلم الناس كلهم لحاجات حزبيه ضيقه ولا لمناورات ومكايدات، ده بيصبح ضد التاريخ وضد المسار بتاع الثوره الكاسح اللي هو ماشي للانتصار، وهو بيخد نفسه في الخانه يعني السيئه اللي ممكن تكون اقرب للكيزان ذاتهم يعني. لكن في النهايه بالإرادة الموجودة هنا في الاعتصام وسط الناس منتصرين 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 ولا شك. المجلس العسكري ما واضح انه داير سلطة، وبالتالي هو عنده مساعي، وواضح انه في تدخلات إقليمية يعني بتدعم في المجلس العسكري ده بصورة او باخرى، وفي بعض الدول الجوار ما حريصة على انه يكون فيه يعني نظام ديمقراطي
يعني يكون يعني الشعب يعني الحكم بتاع الشعب ربما او بالاكيد، لانه النظام زي ده يعني ممكن يضر بمصالح ضيقه عايزاها بعض الدول الاقليميه دي ممكن تنالها بسهوله من 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 اي نظام عسكري ما جاي عن طريق اراده شعبيه، وده بيخلي في تقاطعات. يعني في ناس ما عايزين الثوره دي، الثوره دي ذاتها ما ملهمه لشعوب اخرى، لانه معظم الشعوب الموجوده في المنطقه معظمها هي بترزح يعني تحت يعني انظمه دكتاتوريه وانظمه ملكيه وانظمه يعني ما مستمده شرعيتها من الجماهير. فالمفروض نحن القياده قيادتنا في تجمع المهنيين وفي قوى اعلان الحريه والتغيير بصوره كلها يعني اللي هي نحن يعني بنتوقع انها هي تنسجم مع بعض والخلافات والحاجات دي يعني تقيف، انها هي يعني تنحاز للمعتصمين، تعتصم بالمعتصمين. اللي بيعتصم بالمعتصمين ما بيضل ابدا، لكن الزول اللي بيبعد من المعتصمين ديل بعيد وداير يشتغل شغل فوقي يعني معزول من الجماهير، ده هو حيكون الخسران حيصيبه هو اول قبل ما يصيب الاراده الشعبيه بتاعت الناس وكده. لكن كمان الكوره يعني احنا ما طلب من قوى اعلان حريه التغيير، احنا نتكلم برضه الناس المعتصمين اللي قاعدين في الميادين ديل المفروض يمسك زمام المبادره. يعني انت اذا حسيت بانه في رخرخه من جهه او اخرى من الناس اللي بتتكلم باسمنا كلنا، يعني احنا لازم نمسك زمام المبادره. الثوره دي احنا اللي قاعدين في الميدان ما في زول اقوى من الناس اللي قاعدين في الميدان ديل، يمسكوا زمام المبادره ويمشوا الثوره في اتجاهها الصحيح. وحتى الزول اللي بيتفلت جاي ولا جاي هو يعني القطار الثوره ده بيطلعه برا والناس بتمشي لقدام. يعني طبعا الفقره باء واللي هي يعني الكويس انه في الفقره باء يعني شعارات رفضها اترفعت في الاعتصام، والمعتصمين يعني الوعي بتاعهم عالي جدا وهم متابعين بصوره يعني لصيقه بالمسار بتاع الاحداث، ورفعوا الشعار رفضهم للفقره بقى اللي هي مرفوضه لنا كلنا. يعني ما ممكن يعني ما ده اخطر قرار انك تعلن حرب، ده قرار خطير جدا ما ممكن. يعني ده المفروض يصدر من اعلى جهه في الدوله السودانيه. يعني اذا بقى القرار ده حيصدر المجلس الامني ده، اذا المجلس الامني بقى هو اكبر اعلى سلطه، وده يعني ده المجلس العسكري ذاته بقى مجلس امني، فده ما بيستقيم. وبعدين يعني حتى المشاركه في مع جيوش اخرى، الفقره دي ذاتها هي بتعكس الواقع بتاع الحال، لانه في سودانيين قاعدين يقاتلوا في محله ثانيه في معركه هم ذاتهم ما عارفين المعركه دي موضوع شنو اسبابها شنو. فده ما ممكن يبقى الجيش او المجلس الامني ده هو بيتصرف بمنأى عن 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 مجلس سيادي او مجلس وزراء الاجسام الثانيه المفروض تكون ديزه. اذا سلمنا جدلا بانه والله مساله مجلس امني دي منطقي، اذا سلمنا فما ممكن هو يكون معزول ويتخذ قرارات خطيره دي لوحده. فالفقره دي مرفوضه بالنسبه لي انا جمله وتفصيلا، دي ما ممكن يقبل بها يعني. ودي ذاتها واضح انه التوازنات والتدخلات الاقليميه واضح انها هي عندها علاقه باقحام الفقره بدي كويس، عشان ده محاولة الحفاظ على الوضع الحاصل الليله. فنحن ما ممكن ابناء السودان يمشي يحاربوا في قضيه يعني ما مفهومه، ده فيه اساءه لشعب السوداني ذاته وفيه اساءه لدولتنا. لانه انت لما تمشي تحارب في قضيه ما واضحه ده بيحولك من انت مقاتل ومحارب ومناضل لمرتزقه يعني، وده ما مقبول، دي حاجه ما مقبوله نهائيا. فالناس تواصل ويعني على اعتصاماتها وتواصل في تنظيم لنفسها عشان تقدر توصل صوتها بقوه لقيادتها وللاخرين حتى للمجلس العسكري يعني طبعا في السلطه ده.